عثمان يقدموا محتوى دمه خفيف بنحب نتابعه وبنلاقي عليه مشاهدات بالملايين. هيكون معانا النهارده الفنان الجميل احمد الدسوقي اللي بقى ليه تواجد كبير قوي على السوشيال ميديا. ايه ده؟ اهلا اتفضل. اتفضل. خير. في ايه؟ مفيش حاجه. انا خايفه. لا ما تخافيش. قول لي انت ايه حران لابس نظاره ليه؟ فين الكاميرا بتاعتي؟ ليه؟ الكاميرا بتاعت حضرتك اهي. مساء الخير استاذ المشاهدين، النهارده ان شاء الله اعمل لكم اكله حلوه مع ندى. مش هقبض عليها، هسيبها تروح بعد الحلقه. اخبارك يا معالي الباشا؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام زي الفل. حضرتك هتتكرم علينا بوقتك الضائق وتطبخ لنا ايه النهارده؟ هطبخ لك حاجه محدش بيعرف يطبخها. اصلا؟ اه. ربنا يستر. مكرونه باللحمه المفرومه. ده محدش بيعرف يطبخها؟ نهائي. تمام. المكونات ايه يا شيف؟ هو كده شغال تمام؟ اه هو شغال وعالي على الاخر. عالي على الاخر؟ اه. حاسه مش عالي على الاخر. إيه انا استعمل ازاي؟ العب بس النضاره عشان انا شايف كل حاجه سودة. مش عارف ليه. رونق. مش شايف. النضاره اكله جزء من شخصيتي. معلش. هتجهدني. هتجهدني هعتزل المهنه. لا 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 بعد الشر عليك. تعالى بس شوف البوتاجاز مش بتاع سخن تمام. قول لي الاول احنا هنعمل ايه؟ لا مكرونه باللحمه المفرومه. اه مكرونه باللحمه المفرومه. المكونات ايه الاول عشان نعرضها؟ اه شويه زيت. حلو. ورقه وقلم تمام. في بصل وفلفل الوان وفلفل مش الوان. تمام. وبصل انا قلت بصل مش الوان تمام. وطماطم كاريهات وصلصه في ملح. في ملح وفي فلفل اسمر. في ملح ورا وفلفل اسمر ورا شايلينهم ورا تمام. وصلصه وجبنه رومي هنحط يعني جبنه رومي دي في الاخر كده تحبيش. ولحمه مفرومه طبعا. الزفر اهم حاجه. والمكرونه طبعا اكيد مش حلو. اول خطوه ايه يا شيف؟ هنبدا بالزيت ان شاء الله. يلا بينا. ماشي. مش حاسس ان في ميه في انت اصلا ابو حميد بتطبخ في البيت بقى ولا سايب الموضوع للمدام؟ لا انا مدام اصلا عندي مش مصريه. اوكي. دي عامله لي مشكله في جنسيتها في ايه؟ لا ما اقدرش اقول. ايه ده في ايه؟ بجد انتوا كده زي القرع تمدوا لبره. ايوه ما لا زي القرع تمدوا لبره. نصيب. حتى والدتي مش مصريه. فعلا؟ طب انت ناوي تطبخ في البيت؟ بحب اطبخ. يعني مرات تطبخ لي الاكل بتاعها تمام وانا احب اطبخ الاكل بتاعي. اللي هو؟ اللي هو بقى خلاص بقى نصيبه بقى. مش انا قلت اللي هو ايه يعني. انت ليه بتجوز؟ انت ليه ضدي؟ عايز معلقه. عايز معلقه هنا. تمام. احنا تحت امر معاليك. هننزل بالبصل الاول. ايوه تمام. يلا خلينا من البصل بلاش كتير قوي عشان ايه. اوكي تمام. يا رب يا احمد تكون بتعرف تطبخ ان شاء الله. هيطلع حاجه زي الفل. بيقول لي يا رب يكون بيعرف يطبخ. لا ان شاء الله هيبقى كويس. اوكي احنا كده بنحمر البصله. بنحمر البصل تمام. وممكن ننزل بال لا استنى الاول ننزل اللحمه بعد كده تمام. انت عامله ايه؟ انت جاي تجرب معانا يا احمد؟ لا لا مش هجرب معاك بس حاسس. بقول لك ايه؟ انا عايشه ب 15% بس من معدتي. واخد بالك؟ يعني ايه 15%؟ يعني عايشه بجزء لا مؤاخذه قد الشاحن قد كده في معدتي. عملت تكميم؟ واخد بالك؟ صح. فأي غلطة في الهضم. لا 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 ان شاء الله خير. يلا بينا. ان شاء الله خير. طب يلا ساعدك انا؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. بسم الله. مالها النار العادية؟ لا سحر ولا شعلقة. ايه موضوعك مع السوشيال ميديا بقى يا ابو حميد؟ لا هو موضوع الاول مع التمثيل. نزل اوكي. لحمة. يعني انت الاول بدات ممثل وما زلت ممثل. اشتغلت انت اعلانات كتير ما شاء الله عليك. انا عامل 150 عمل منهم 70 بطوله اعلان. اوكي. مين المخرجين اللي اشتغلت معاهم بقى؟ لا اشتغلت مع الكبار كلهم الحمد لله. استاذ تامر المهدي. اوكي. عمرو حداد. لا مش عشان ما انساش بقى ناس كتير قوي يعني. يعني. واستاذ بيتر ميمي كمان كان ليك معاك اعلان. عملت مع بيتر ميمي اعلان بس للاسف بقى مش عارف اخد حقي في الدراما باخد مشهد اتنين. السوشيال ميديا دلوقتي بقت تخلي الناس كلها لو عندك كونتنت كويس هتتشال. هتروح في حته ثانيه خالص. دي نصيحه اللي شايف نفسه فنان. يعني حتى استاذ عمرو سلامه قال كده قال لك ما تكلمش لنا ممثل. عندك السوشيال ميديا عندك موبايل وعندك منصات انجح فيهم وتعالى لي. بالظبط. انا هجيبك. قول لي بقى ايه المحتوى اللي انت قدمته على السوشيال ميديا وقلب الدنيا؟ ده دور ظابط تمام. هتودي نفسي. بص لا لا مفيش ده ولا حاجه. لا ما هو الراجل بيقول حاجات كويسه ولطيفه عشان نتفاعل مع الناس ونوصل المعلومات للناس والناس تبقى فاهمه تتعامل ازاي. بس فعجب الناس الحمد لله وجالي فيدباك كويس جدا الناس بحب الدور فالحمد لله ابتديت اطوره وابتديت اشتغل بيه كويس والحمد لله ماشي معايا زي الفل يعني. النار حاسس انها واطيه. يلا انت المفروض لما اللحمه تبدا لونها يتغير. ايه بعد كده الخطوه اللي بعدها؟ مش لما تتغير الاول بس. يلا حالا هغيرها لك. تتغير الاول بس قول لي انت. شفت لك مقالب كده على السوشيال ميديا برضو عشان برضو نبقى قايلين للساده المشاهدين.
المقالب اللي بيعملها احمد وهو لابس شخصيه ضابط وكده، الحاجات دي اولا بيبقى متفق في جزء كبير منها متفق عليه. دي حقيقه. في جزء كبير منها متفق عليه. هي كلها متفق عليها، مش كلها، هي كلها متفق عليها. بيبقى كلهم ممثلين يعني. اوكي. يعني ايه مثلا الحاجات اللي انت طلعت اتكلمت فيها؟ واخد بالك؟ يعني كان في حاجه عن مخدر اسمه الايس، ده كان عامل مشكله كبيره جدا للشباب، محدش كان عارفه. فعملنا حلقه عليه. الست بتشربه تمام، وهي اتمسكت وابتدينا نتكلم يعني. غالبا بتعمل سكتش تمثيلي. ما هو سكتش تمثيلي عظيم بالظبط. لكن انت ما بتنتحلش شخصيه ظابط او لا حاجه. لا 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 لا، انتحلش شخصيه ظابط ان انت تنزلي الشارع وتتكلمي بجد، ده بقى اللي فيه فعلا مشكله. اوكي. مش عارف هو شغال ولا لا. هو شغال. تمام. حاسس انه زعلان. لا 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 لا، اهو ما هي لونها بيتغير اهو. بس مش بالقوه اللي احنا. ما هو برضو اصل البوتاجاز ده عارف عامل زي البورد كده. مش قوي. فاهمني؟ بحاول اشغله بس مش، ما علينا. احنا بيوتنا فيها البوتاجازات الحقيقيه والمنار الجميله دي اللي بتشلوحنا هنا واحنا بنقلوا حاجه في الزيت. تمام. دي البوتاجازات العظمه. الظاهر احنا عندنا في ناس لسه لونها اهو بيتغير اهو. ظلمت البوتاجاز يا شيف احمد. لا بس مش قوي، بس حاسه مش قوي. لا قوي والله. تمام. هو لازم يمد ايده علينا عشان يبقى قوي. ماشي قلبي. تمام. حاضر. تحب طحينه مع الاوردر؟ لا احب انزل الصلصه. ممكن؟ يلا يا فندم اتفضل. اتبسط. اتفضل. يلا بسم الله. معلقتك الصغننه اللي هنا. لا لا دي خلاص، دي كفايه، دي مش عايز اكتر من كده خلاص. تمام. اتفضل انت قلبي. يبقى معجون الطماطم مع بعض اللحمه. مع اللحمه هيتسبكوا مع بعض. تمام. ممكن ابدل معجون الطماطم بعصير طماطم فريش احسن؟ ممكن. بس طبعا ما عندناش وقت، فاحنا بنحط الصلصه بسرعه عشان ننجز. انت قرفان مني ليه؟ لا مش قرفان منك والله، عشان ننجز عشان الحلقه بس. حاضر. هو انا حاسس بس مش عايز تسخن ليه؟ لا هي سخنه ما تقلقش. على ضمان تنادي الاكل دي ان شاء الله. طب اشتغل. اشتغل. لا والله. حلو والله، بس حاسس ان الطاقه الحراريه مش قويه، يعني حاسس ان احنا دي ان شاء الله هناكلها بكره. ان شاء الله باذن الله. ايه المدام بتتفرج عليا؟ لا ده احنا نحيي المدام. بقى نحيي المدام. قول لي، كان ليك قبل كده تجربه مع التخسيس؟ خسيت 10 كيلو. اوكي. وما اشتغلتش. انت ماشي في الناحيه بتاعت خليك كاركتر تشتغل اكتر. خليك كاركتر تشتغل، بس انا مش كاركتر، هو بس الكرش بس يعني. لكن انا جسمه والله حلو اهو، متناسق مش تخين. هو الكرش بس. أوكي. فلما خسيت بقيت جان قوي وشعري طول، فقالوا لي لا لو سمحت ارجع ارعى وكبر الكرش. قلت لهم حاضر. طيب خلينا ناخد مداخله سريعا. مدام سما. مدام سما. مدام سمر. مساء الخير. مساء الفل. مدام ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا مدام سمر، اخبارك ايه؟ على فكره يا مدام بجد الحمد لله بخير. ده المدام حضرتك مرات الاستاذ احمد. ايوه صح كده. ايوه. تعالي بقى عشان انت اللي هتقولي الحقيقه. تعالي بقى حاجه شويه. ما تقوليلهاش حاجه. تعالي شويه شكلنا قدام المشاهدين. يا مدام سمر، الفنان الجميل احمد والشيف الرائع بيعمل اكل في البيت؟ اي والله اكله حلو. بيعمل اكل ايه؟ بيعمل كل حاجه، بيعمل ستيك، بيعمل حواوشي، بيعمل ايش كمان، حاجات كتير. وانت ايه اكتر اكله كده لو راضيه عنه بتقفي تعمليها له؟ داوود باشا، بحب داوود باشا. كفته داوود باشا اللي هي بالصلصه دي. ايوه. الله عليكي الله عليكي. جربتي قبل كده الكفته اللي هي كفته الرز دي اللي بيبقى لونها اخضر؟ احلمك معاها على الهواء. ايوه 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 اعرفها. احنا لو سمحت احنا بنات بنتكلم مع بعض. طيب واقلع النضاره دي علشان نتكلم مع بعض بدون حاجز. الو. ايوه ايوه اتفضلي. هو تقريبا بيتوعد لك او حاجه؟ لا بقول لها مثل الخير يعني، خلي بالك. والله النضاره دي على فكره هي اللي متقلاك. مش مشكلة والله، هي اللي متقلاك. انا هشوف بتاع ده، انا هاخده وانا ماشي اصلحه. ماشي. على فكرة هو فعلا بيستوي. بيستوي؟ طب والله كويس. تمام خلاص. مدام سمر شرفتينا. نعم. ونورتينا. لو عندك أي شكوى من الفنان قوليها على الهوا دلوقتي. لا هو فنان جميل ومعاملته حلوة قوي يا حبيبتي. يعني أهم حاجة راجل في البيت قلبه كبير كده ولسانه طيب. أنا عارف إن أبواب اللي عملها. ماشي اتفضل. نزلي بقى. يلا مش كمان نصها نصها بس. ما أنا مش لابسة جلافز. معلش نص بس. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. شرفتينا يا مدام سمر. بس دي كتير قوي دي. بس حط دي هنا. بس تمام. استني ساعتين. شكرا. يا ريت نبقوا نتشكروا بس على اللي انا بعمله ده. ربنا يخليك. شيل النضاره بقى. شيل النضاره بقى. مش كل النضاره اهو خلاص.
يا جماعة أنا أحمد صديقي عشان الناس هتستغرب العشم ده، فإحنا بنهزر مع بعض. بركة إن إحنا ما بطحناش بعض على الهواء. أخت والله أخت ربنا يخليك. حط دي مع دي وقلبي كده. أنا بعمل كده في البيت يعني. أحط يلا إيش قلب. تحب أسيبك؟ أنا حاسس إن أنا هعملها كده. على مهلك. أنا فشلت في الطبيخ النهارده رجع. لا لا ده أنت تقولش على نفسك كده، أنت جميل. معلش الصعب قوي إنك تطلع الهواء طبعا، بتبقى إحساس صعب. لا لا بس حلو في نفس الوقت. ده أنت جميل. ربنا يخليك. ما فيش، مش هنطلع هوا فاصل بتاع زي ما بيقولوا كده نحط الطبقه في المكرونه. لا لا احنا عايزين نديلك وقتك كامل يا شيف. ربنا يديك الصحه يا رب طول العمر يا رب. لا انا شايف ان كده تمام قوي. ايه بقى نقلب كده تمام. حلو. بس عارف بقى لو كنت سمعت كلامي وعملت الطماطم عصير يا ريس كام بقى لو سمعت؟ كانت طلعت جوسي كده وميميه. ما هو عشان كده بيقول لك البرامج المسجله بتبقى احسن من على الهوا، الواحد يعرف يعمل اللي هو عايزه. لا لا معلش انت لو شيف على الهوا دلوقتي. ايه حضرتك لو شيف جامد كنا نطلع الطبخه دي احلى حاجه. لا ان شاء الله اعزمك عندي في البيت ان شاء الله، والمدام تعزمك. بس تبقى المدام اللي طبخه، مدام سمر. ايه مش هتاكل اكل مصري. هي شاطره قوي. هي على فكره بقت شاطره في المصري. حلو. يعني هي كانت بتعمل اكل ايه؟ ما انا مش هقول لك عشان قلت لك تعرفي جنسيتها. طب انا اكلم 0900 حلو الفزوره ولا اعمل ايه؟ بيني وبينك. طيب خلاص اوكي. عشان فعلا ده سؤال محير لكل المتابعين عندي واخواتي في الصفحه. بس والله يا جماعه حرام يعني بصرف النظر عن الهزار. هو ريحتها حلوه. لا حرام ده يقال وده يقال. لا ريحتها حلوه بجد. هو اكيد طلعت حلوه لان هو مش مركز، بل كنت هو لو ركز ده هيطلع حزن مغلي. بالظبط. فين سوري فين في طبق كان معايا الطبق بتاع التقديم؟ ايوه اهو. انت هتقدم في كل دي؟ ايوه دوبك. اوكي اساعدك في حاجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باركونا كده يا جماعه بالصلاه على سيدنا النبي كده. ما شاء الله لا سحر ولا شعوذه. موسى نبي، عيسى نبي، وكل من له نبي يصلي عليه. على قد صلاه السلام. الله. هنزوقوها بايه بقى؟ تبرعوا الرحمه. تبرعوا الندى. مش عارف اسمي، عمال اقول صديقي. تبرعوا الندى يا جماعه، تبرعوا لها. اوكي يعني الطماطم دي للتزيين يا شيف؟ بس خلاص كده. يا حبيبي لا ناخد. عايزين معلقه تانية؟ عايز معلقه تانية؟ ولا احط بايدي؟ حط بايدك عادي. انت المفروض تلبس جلافز بس على الله. ماشي يا ابو هاب، لما اطلع لك بعد الحلقه عمل فيها لو فصل. سمحت لو سمحت عمل فيها فصل. قال ايه؟ هات رقم تاني عشان اوصل لك. المعد بتاع برنامجنا. خد رقم المدام وكلمها يا المعد بتاع برنامجنا من اشطر المعدين في مصر والله. ماشي. لا المايه مش اوكي كده يا جماعه نبقى خلصنا المكرونه. مش ثانيه واحده. لا اصبر بقى ندي لقطه حلوه كده. وسع كده فسح واخد الدنيا كلها. اتفضل اهو كده في النص كده. حد يزين بطماطم. خلي بالك انا بحاول اساعد. ايوه والله العظيم انت والله هي دي اللي عامله مشكله يعني. خلاص ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. حته ظننه اهو كده عشان يبقى شكلها ايه زي الفل. مين تسلم ايدك والله. عملت. قولي بقى الشنب ده طبيعي ولا لينسز؟ لا ده لينسز. لسه زي الموت يعني. طبيعي مثلا مايكرو بليدنج؟ اصل خلي بالك بقى في اجتهادات دلوقتي. لا 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 ده حقيقي. حقيقي. لا ما قبله كان تركيب. اوكي بس وبكده يا جماعه يبقى عملنا مكرونه بولينيز مع ندى رحمي ان شاء الله تبقى زي الفل. طب انا عايز اسالك سؤال. إيه؟